السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكاترة الأفاضل اللي مشتركين في أكاديمية تيم واللي داخلين معانا امتحان شهر سبتمبر 2022، ده فيديو بيوضح ازاي هنتعامل مع محاضرات التورنيدو اللي احنا مجهزينها لكم كلها في الفايل. لو رحنا للجروب بتاعنا، ادي الجروب بتاعنا هو، ولقينا في دوكيومنت في الفايلز، ادي الفايلز، هنلاقي دوكيومنت اسمها ليكتشرز. الدوكيومنت دي هي اللي موجود فيها كل الكونتنت. هنفتحها كده. لما نفتحها بالشكل ده هنلاقي فيها في الاول لينك 1 ولينك 2 بيبينوا شرح كامل لكل التوبكس. اللي عايز يرجع لتوبك معين الشرح بتاعه، التلخيص، بنوك الاسئله. نيجي بقى للجزء الخاص بالمراجعات. عندك في اول حاجه محاضرات مراجعه ديزاين وبايوستات، دول ثلاث محاضرات. تفتحوا كده تلاقي محاضره 1 2 3 مهمين مهمين مهمين، فيهم عصاره افكار الامتحان، محدش يسيبهم يا جماعه. تحتيهم هتلاقي محاضرة اسمها الأجزاء المطلوبة مننا في الريجولاتوري في امتحان، لأن أنت عارف شابتر الريجولاتوري اتشال من الكتاب، لكن ما زالت في أجزاء بيسأل فيها. لازم تحمل الفيديو ده والبي دي إف ده وتسمعهم كويس. نيجي بقى للجزء المهم اللي هو بتاع مين؟ التورنيدو. لما نفتح التورنيدو بالشكل ده هنلاقي الترتيب بتاعه محاضرات الدكتورة زينب ومحاضرات الدكتور هشام. محاضرات الدكتورة زينب هتلاقيها متوافقة مع الجدول اللي هو قدامك ده. الجدول ده لما نمسك الجدول ده كده اهو، هتلاقي ان الجدول ماشي بالشكل ده كده. اول حاجه طبعا الريجولاتوري ايشو، خلاص هتلاقي التسجيل بتاعها زي ما قلت موجود على الجروب، والاستادي ديزاين والبايوستات تسجيلاتها على الجروب. اتش اي في بقى اللي هو مكتوب لك عندك في الجدول ايه، من يوم 10/8 ليوم 16/8 تذاكر التلخيصات بتاع التي بي والاتش اي في واللور ريسبيراتوري والابر ريسبيراتوري اللي هو 1 و2 و3 و4. بدايه من يوم 17/8 انا هخش لكم محاضره لايف، يعني الحاجات اللي هايلايت بالاصفر انا هخش لكم فيها لايف. الحاجات الباقيه دكتوره زينب مش هتدخل لايف غير ايه، غير محاضره في نهايه اليوم، في نهايه الاسبوع، او في نهايه المده المخصصه عشان تقول لكم الاجزاء اللي في، لو في ابديتس او في ديسكشن عايزاها. يعني يوم 16/8 دكتوره زينب هتدخل معاكم محاضره بعد ما تكونوا سمعتوا التسجيل بتاع الاتش اي في والتي بي واللور ريسبيراتوري والابر ريسبيراتوري. التسجيلات دي فيها فلاش كارد تلخيصات مهمه جدا هتساعدك قوي في المذاكره، تكون مذاكر الاربع شابتر دول. ويوم 16/8 دكتوره زينب بتدخل عشان تشوف لو في نقطه عايزين تناقشوها معاها او في ابديت تقولها لكم، زي ابديت الاتش اي في اللي اترفعت دي. طيب الكوميونيكيشن والاديوكيشن اصفر، يبقى ايه، محاضره لايف هتبقى الساعه 9 مساء. هنبدا يوم 18/8 كارديو فاسكولار سي ان اس، اهو كارديو فاسكولار سي ان اس، تسمح تحملهم من التسجيل وتسمعهم مسجلين. والاميونو كومبرومايز ده طبعا السبسز والانفكشن، السبسز شابتر اضافيه مش موجوده في كتاب 2021 و2022، لو عاوزين نذاكرها بنذاكرها من ايه، من التسجيل القديم، من تسجيل المحاضرات بتاعه الشرح. انفكشن واميونو كومبرومايز طبعا مهمه، الفلاش كارد بتاعتها موجوده. يوم 21/8 اللي هو اخر يوم في المده دكتوره زينب بتدخل محاضره لايف تقول فيها الابديت وتقول فيها اي حته انتم مش فاهمينها. الاجزاء الصفراء محاضرات لايف يوم 22/8 و23/8 معايا، وهكذا في الاجزاء الباقيه. طيب طبعا اخر حاجه هي يورينري تراكت انفكشن وايه وسكشوال ترانسميتد ديزيز وانتي مايكروبيال ستيورد شيب، اللي هي الاجزاء الاخيره اللي موجوده عندنا في الحاجات دي، اللي هي موجوده فين؟ موجوده في الدرايف بالشكل ده. تمام؟ وطبعا في محاضرات اسئله مهمه جدا، تسجيلات غايه في الاهميه، المفروض تشوفوها وتسمعوها كويس. طيب في بقى عندنا اربع محاضرات لايف مهمين قوي، اللي هو يوم 4/9 و5/9 و6/9 و7/9. الدكتوره زينب هتدخل معاكم محاضرات لايف تجميعيه لكل اسئله الامتحانات لحد امتحان ابريل 22. وطبعا يا جماعه المراجعه دي مراجعه قويه جدا، بتعتمد عليكم انتم في الاساس الاول. ان شاء الله تكونوا يكون الامور وضحت، واي سؤال تحت امركم، والسلام عليكم ورحمه الله.